حياكم الله مشاهدينا من جديد، وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا لليوم. مثل ما تعرفون عبر العصور ظل أمر جنس المولود المنتظر هو شغل الوالدين الشاغل لاعتبارات خاصة، وبعضها تحكمها الطبيعة والفطرة البشرية والاعتقادات المتوارثة المرتكزة على الاحتياجات الإنسانية، وبعضها طبعا تحكمه الاحتياجات الطبية. اليوم أصبح في مقدور السيدة تحديد جنس المولود قبل فترة الحمل، ورح نتكلم في هذا الموضوع، ورح نتكلم عن أكثر الطرق العلمية اللي صارت يعني ثورة في هذا المجال. معنا في الاستوديو الدكتور رامي محافظة، استشاري نسائية وتوليد وعقم. حياك الله دكتور معنا. أهلا وسهلا. الموضوع جدا مشوق، أنه قبل يعني صعب أنه واحد يتحكم في جنس المولود لاعتبارات يعني التقاليد والعادات والدين وغير الكثير من الأشياء. اليوم تطور العلم، تطور الطب، صرنا نقدر نحدد جنس المولود قبل ما تحمل السيدة، وللدين كذلك نظرة إيجابية في هذا الموضوع. في البداية دكتور خبرنا شنو الشغلات المتوارثة اللي ممكن تسهل أن المرأة تجيب جنس كذا أو كذا. مساء الخير. في البداية طبعا الموضوع تحديد جنس الجنين قبل الحمل موجود من يعني إذا بترجع للتاريخ هتلاقي في العصور الوسطى كانوا يهتموا بهذا الموضوع، الفرنسيين بحثوا في هذا الموضوع، كان في بعض الاعتقادات في بعض الحالات أنه مثلا الرجال أو الحيوانات المنوية الذكرية بتطلع من جهة بينما الأنثوية من جهة أخرى، ففي كتير تقاليد متوارثة. فهو الموضوع يبدو أنه شاغل الناس من مئات السنين، يعني صحيح. مش ما عم نحكي عن إشي حديثا، وإنما على الأغلب أنه ما كان في يعني ما كان في بالإيد حيلة زي ما بقول، أو أنه في إشي أنهم يتقدموا فيه. الآن عم نسمع كتير قصص وكتير أشياء وكتير بتيجينا أسئلة وكتير ناس براجعونا، وللأسف حتى على المواقع وعلى الإنترنت، وكل واحد بيكتب من خبرة وعن طرق مختلفة. كتير شائعة دكتور، مثلا يقول لك من خلال الأكل أقدر أحدد جنس المولود، أو الرزنامة الصينية، هل هذا الحديث صحيح أو غلط؟ لا طبعا كل هذه الطرق مش صحيحة ومش علمية وتفتقر إلى الدراسات والحقائق. يمكن في دراسة واحدة نزلت في بريطانيا قبل كم سنة على موضوع الأكل وثبت العكس، يعني كانوا مركزين على موضوع الموز والأجبان وكذا، فثبت بالأخير معهم حسب الدراسة أنه كانوا 56% من الأطفال إجوا بالجنس الغير مطلوب، يعني بدها ولد عم بيجيبوا 56% بنت. فهذه ضحضت كثير من مواضيع، يمكن من أكثر الطرق الأخرى شيوعا اللي هي موضوع توقيت الجماع ووقت الإباضة يكون أول يوم. طبعا هذه كمان طريقة خطأ، يعني احنا يمكن ما راح نخوض كثير لانه هلا كل طريقه في يمكن نحكي عنها يعني صحيح. دقائق حتى نفندها. بس مثلا في موضوع الجماعه احنا دائما بنقول انه الحيوان المنوي اصلا هو بيعيش 72 ساعه، فالتلقيح ما راح يصير انه وقت عفوا الجماعه، والتلقيح قد يكون لحد 3 ايام بعده. فحتى لو وقتت انت ما بتعرف التلقيح متى حيكون. البويضه حتنزل حضلها عايشه كمان حوالي 24 ساعه، فاذا نزلت هلا البويضه ما بتعرف هي تلقحت من حيوان منوي قديم، يعني شوي كثير معقده. فهي انك انت تربط هذه الامور بالطرق هذه، طبعا كل هذه الطرق غلط. طبعا احنا للاسف اللي بيواجهنا من الناحيه العمليه بحياداتنا وكذا، والناس يعني بتيجي وحده بتقول انا تبعت نظام غذائي منيح، فبتقول لاني انا متاكده صاحبتي جربته وبدها ولد وجابت ولد. فبالنهايه صاحبتي حتجيب يا ولد يا بنت، يعني هي أكيد. فكره انه اذا واحد جرب شغله وزبطت معه لا تعني انه يعني انه هذا حقيقه مطلقه، لانه في مئات جربوها وما زبطت، في مئات جربوها وزبطت، في النهايه في 50-50 احتماليه انها تجيب ولد او تجيب بنت الست يعني بشكل عام. دكتور خلينا نتكلم عن اطفال الانابيب، يعني كيف ممكن السيدة أنها تحقق رغبتها في إنجاب مولود ذكر أو أنثى من خلال أطفال الأنابيب؟ طبعا أطفال الأنابيب هي الطريقة الأقرب إلى أو هي العلمية الوحيدة الصحيحة 100% في موضوع تحديد الجنس. داي بس بدي أحكي هيك نقطة بسرعة، هلا بالأصل فكرة تحديد الجنس ما كان مطروح، يعني لو ترجع هيك 10-15 سنة إلى وراء لما بلشنا في موضوع أطفال الأنابيب إنه نعرف كروموسومات الأجنة، كان الهدف منه إنه نعرف الأمراض الوراثية. فهو الأصل في الموضوع الكشف عن بعض الأمراض الوراثية التي بتكون مصاحبة لخطأ في الكروموسومات. فكانوا ياخذوا مثلا مريضة عندها مشكلة معينة يعملوا لها أطفال الأنابيب، ياخذوا الكروموسومز تاعون الاجنه عند التلقيح بيفحصوه حتى يعرفوا عنده زي مثلا نحكي مثلا الهيموفيليا، الامراض الدم الاخرى، بعض التشوهات الخلقيه، المنغولي، الامور هذه كلياتها. فنفحص الجنين حتى نعرف الكروموسومات، فتيجي نتيجه المختبر انه هذا الجنين عباره عن مثلا 46 كروموسوم اكس واي. هلا عرفنا انه ولد فهو بطريقه غير مباشره صار عرفنا.
فبعديها شوي طورت الامور، صارت تيجي تحكي انه لك والله عندك 6 أجنة سليمه مثلا من ضمنهم 4 أولاد مثلا او بنتين او كذا مثلا، ايش بتفضل؟ فيختاروا الناس. هلا صارت الناس عم بيعملوها فقط للموضوع هذا، وصار في حتى في المختبر بطلنا نعمل فحص، مش شرط دائما بنعمل لكل الكروموسومات، بنعمل بس للكروموسوم الذكري والانثوي اللي هو اللي نحدد فيه اللي هو الاكس اكس او اكس واي. بس حلو دكتور انه الواحد بعد تشيك الكروموسومات الثانيه عشان يتاكد من هذه الامراض المزمنة. طبعا طبعا، هي المشكله انه التكلفه بتكون شوي زياده، دائما احنا الناس شوي مواضيع التكلفه بتفرق، بس انه كثير من الناس بتطلب بقول لك انا بدي احدد الجنس وبنفس الوقت بدي احدد انا يعني الكروموسومات، اتاكد ان هذا البيبي مش منغولي، ما عنده اعاقات. طبعا الاعاقات كلها عم نحكي على مستوى فقط الكروموسومات، العلاقات الجسديه او الشكليه الخلقيه لا يمكن التحكم فيها اثناء فهلا نرجع على الموضوع. هو بيتم الموضوع باختصار بس مشان نوضح الصوره للناس ببساطه، الناس بتخيلوا انه هلا اول شيء احنا لا نستطيع فرض الموضوع فرض، وانما هو اللي بيصير كالتالي، انه احنا من طبعا تنشط المبايض عند الست لوقت الاباضه، لوقت طبعا عن طريق ابر وادويه ما راح نخوض بالتفاصيل، لان وقت الاباضه بنسحب بويضات من الست. لكن تفضل تكلم عن بعض التفاصيل لانه في بعض المشاهدات ما عندهم فكره عن شلون طريقه تخصيب اطفال الانابيب. هلا في البدايه موضوع اطفال الانابيب بيبدا طبعا انه احنا يتم تنشيط المبايض عند الزوجه، طبعا قبل في فحوصات واشياء معينه حتى نتاكد، وفي التراساوند حتى نتاكد من حجم المبيض وقدرته على انتاج بويضات. بعد ذلك يتم تنشيط المبيض عند الست عن طريق ابر في الغالب لفتره معينه تتراوح بين 8 ل 12 يوم، كل يوم تاخذ مجموعه من الابر. في يوم معين لما تصل البويضات للحجم المراد سحبه، يتم اعطاء ابره للست. طبعا الستات متعارف عليها بسموها ابره التفجير، بس هو يعني فيش شيء اسمه تفجير، وانما هي حتى تطلع البويضات. وبعد هذه الابره بحوالي 34 ساعه تقريبا يتم سحب البويضات. هلا سحب البويضات طبعا هي عمليه صغيره للست عن طريق في تخدير بسيط، بتكون يعني تخدير كثير خفيف تتحمل حوالي 10 دقائق العمليه. بنسحب كم من البويضات؟ هلا موضوع تحديد الجنس بالذات دائما نفضل نسحب كميه كبيره من البويضات، بيختلف شوي عن اطفال الانابيب العاديه. بالعادي لو سحبتي 7-8 بويضات ماشي، بالتحديد بنحاول 12-14 طبعا، والهدف انه حتى يكون في عندنا احتمال اكثر للجنس اللي احنا بدنا اياه. هلا عند سحب البويضات طبعا الزوج في نفس الوقت بيعطينا عينه، والعينه هذه يتم تلقيح الحيوانات المنويه في البويضات. الان طبعا ثاني يوم راح تتكاثر او البويضات راح تنقسم. هلا في اليوم الثالث في الغالب لما توصل البويضه بنسميها احنا مرحله الثمان خلايا، اللي تنقسم بتصير 8 خلايا، يتم عن طريق الميكروسكوب في المختبر بطريقه معينه يتم سحب البويضات، يمكن على الشاشه عم نشوف بعض الاشياء هذه، بيتم سحب خليه من هذه الاجنه الملقحه ونوديها على المختبر ونتشيك. هلا في ناس بعض الناس بيعتقدوا انه احنا بنلقح الحيوان المنوي الذكري في البويضه، وهذا الحكي لا يمكن علميا، ما توصلنا للموضوع هذا، انه خلص اذا لقحت حيوان منوي ذكري معناه اكيد هذا ولد، بس هو ما في عندنا حيوانات منوية عشوائية بناخذها حسب كفاءتها وجودتها ويتم التلقيح. الآن مثلا يعني مثلا في كثير مفاجآت ممكن تصير، يعني ممكن تلقح 12 بويضة تطلع 12 بنت مثلا، الرجال بده ولد، طبعا هي نادرة، مشان هيك حكينا كل ما سحبنا بويضات أكثر. الآن بيجينا تقدير المختبر انه تم تلقيح مثلا 10 بويضات، في منهم 5 أولاد، 5 بنات، 6 بنات، 4 أولاد وهكذا. هلا مرة ثانية بحكي أحيانا ممكن يجي كلهم بلاد، كلهم بنات، كلهم يعني هذه كلها الاحتمالات موجودة. واردة موجودة. واليوم طبعا حكينا الثمن الخلايا هذه بنسحب البيضة بنفحصها، اليوم اللي بعده يتم إرجاع الأجنة أو بنفس اليوم المساء يتم إرجاع الأجنة حسب الجنس المرغوب، يعني بدها أولاد نرجع لها الأولاد، اللي بدها بنات بتم البنات إرجاع. الباقي شو تسوون فيهم دكتور؟ هلا الباقي طبعا في عدة خيارات، في التفريز موجود هلا طبعا، كان تخزين وتفريز الأجنة، بس هذا ما يحدث في كل حالات الأطفال الأنابيب، يعني كل الحالات لا تستطيع أنك أنت تقولي راح أسحب بويضة واحدة وألقحها، لأنه نسبة التلقيح مش 100%، يعني احنا بنلقح مثلا 10 بويضات بيزبطوا 7 أو 8 اللي بينجحوا والباقي ما بيزبط، فاحنا دائما نلقح عدد كبير حتى يضل في عندنا. وبعدين طبعا الموضوع معقد اكثر، يعني احنا دائما البويضه في لها بنسميها تصنيف، درجه اولى ثانيه ثالثه رابعه، الجنين بعد ما يتلقح في برضه درجه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، فانت بتلقح عدد كبير، مثلا بتلقح 12 بويضه بيطلع عندك 8 اللي تلقحوا، من 8 في بس 4 درجه اولى، فبنروح بنرجع مثلا 3 أو 4 أو 2، طبعا بنرجع احنا اكثر من يعني نختار الافضل الاجنه اللي هم من درجه اولى، ويتم زراعتهم في رحم الست طبعا خلال فتره التنشيط المبيض، احنا بنهيئ بطانه الرحم حتى تتحمل هذه الاجنه. طبعا بيتم ارجاع الاجنه وبعد هيك الزوجه يعني تستنى. سوري استاذ، تاخذون بويضه واحده اللي هي ملقحه تحطونها في رحم السيده او اكثر من بويضه؟ لا اكثر، احنا دائما هلا كم من تقريبا يعني؟
برضه في عوامل بترتبط، عمر الست، محاولاتها السابقه، قدرتها على الحمل، هل هي هذه المشكله؟ يعني هل هي انه الموضوع فقط لتحديد الجنس وما عندها اي مشكله وهي بتحمل طبيعي؟ بالعاده بيكون عدد البويضات اقل. اذا مثلا عامله محاولات كثير وفشلت بنزيد عدد الجنين. هلا في بعض الدراسات بتحكي كل جنين بنزيد بارجاعه بزيد نسبه نجاح الحمل حوالي 5%. طبعا هون ضروري نحكي عن موضوع نجاح الحمل. هلا في بعض الناس بيعتقدوا انه هي مجرد ما توصل عياده الدكتور ونشطنا انها بدها تروح بولد على البيت او بنت، مو هيك يعني الفكره. طيب مش طيب خبرنا عن نسبه النجاح دكتور. هلا طبعا نسبه النجاح هي نسبه نجاح اطفال الانابيب نفسها، يعني هلا اطفال الانابيب لها نسبه نجاح سواء حددت او ما حددت الجنس. نسبه النجاح طبعا تعتمد بصوره رئيسيه، اهم عامل في موضوع تحديد نسبه النجاح هو عمر الزوجه. هلا عمر الزوجه بين خلينا نقول بين ال 20 لل 35 او 36 نسبه نجاح تقريبا عاليه، بعد ال 36 بترجع بتبدا النسبه تتناقص بصوره واضحه. تقريبا نسبه النجاح تختلف بين من مختبر ومن مكانه، طبعا تعتمد على كثير عوامل اخرى، نوع البويضات، سبب التاخر الحمل اذا كان في سبب او هو فقط للتحديد، البروتوكول او النظام اللي مشت عليه الست، نوع الابر، في كثير عوامل تحدد ذلك، وانما تقريبا اذا بدنا نعطي رقم نعطي حوالي 40% نسبه النجاح. بشكل عام 40 الى 45% تقريبا نسبه نجاح اطفال الانابيب. بس فكره تحديد الجنس انه اذا هي الست طلعت من ال 40% بيكون الجنين اللي ببطنها تقريبا نسبة 100% هو من الجنين الملقح. طبعا أنا متأكد أنه في ستات عم يسمعونا هلأ بتقول أنا عملت هذه وزرعوا لي أكثر من جنين، بالأخير طلعوا زرعوا لي اثنين ولاد، طلعوا ولد وبنت بعدين. بنشوف حالات ممكن يكون في خطأ في النسبة، طبعا بنحكي إحنا بنسبة 100 نسبيا، في بعض المختبرات ممكن يكون فيها نسبة خطأ، مشان هيك إحنا هاي الأمور المختبر وكيف قراءة الكروموسومز وكذا ضروري. فإذا صار في خطأ بيكون في الأصل خطأ مختبر في قراءة الأجنة، يعني بيجيبوا لنا إنه رقم واحد هذا بنت مثلا فرضا، رقم اثنين ولد، طلعت رقم اثنين في خطأ، يعني دائما في نسبة خطأ في المختبر. أكيد. وإنما بنحكي في نسبة 98-99% حيطلع الجنين أو الحامل فيه بالجنس اللي هي اختارته. طيب دكتور، كثير من السيدات أكيد اللي قاعدين يشوفونا الحين يقولوا هذا الشيء حلال أو حرام، وأنت تعرف إحنا كمجتمعات عربية وإسلامية جدا يهم السيدة هذا الموضوع، أنه هذا الشيء حلال ولا حرام. أنت أكيد كدكتور سألت في هذا الموضوع ونبي نعرف رأيك في هذا الموضوع. طبعا رأيي أنا غير مؤهل إني أنا أحكي رأيي أنا بالموضوع حلال أو حرام، وإنما إحنا طبعا بهمنا هذا الموضوع دائما بننسأله كل يوم بننسأل. فإحنا أنا شخصيا من الناس اللي حكيت مباشرة مع دائرة الإفتاء الأردنية في الأردن وسألناهم عن الموضوع. طبعا بالاول كان في شويه انه طلبوا منا نشرح اكثر، فلما شرحنا لهم كيف العمليه بتتم، في عندنا فتوى رسميه من دائره الافتاء عندنا انه بجواز هذا الحكي وانه حلال. طبعا يمكن شويه خلينا اذا بدنا نفسر ليش حلال وكذا، انه زي ما حكيت في البدايه احنا لا نفرض الجنين، هو كلها بالنهايه باراده ربنا، يعني احنا بنلقح وبنعمل وكذا، بس كثير ستات ما بيحملوا، كثير ستات ممكن يطلعوا كلهم بنات، كثير ستات ممكن تحمل وبعدين تنزل الولد. فهي احنا نلجا الى العلم، محاوله للتحديد، يعني انا بتهيألي اللي بتتبع هذه الطريقه ما بتفرق كثير عم تتبع طريقه الاكل لو كانت طريقه الاكل صحيحه، وانما هاي مثلا اكثر علما. فهي في النهايه محاوله، نسبة نجاح علمية. زي ما حكينا فيها 45-40-50% بغض النظر، بس ال 50% الثانية انه ربنا ما شاء لها تحمل. صحيح. يعني طبعا لو في وقت كان حكينا قصص كثير، يعني ياما ستات اشياء كثيره بيحملوا بعد اربع بنات وبيجي ولد بالشهر السابع او الثامن ويجون توأم ساعات ويجون ثلاث توائم اربع توائم. نعم، يعني هي الفكره انه زي ما حكيت انه احنا نهيئ العلم ونسخر العلم للمحاوله للحصول. أكيد. وخاصه انه يعني في الوقت الحالي حاليا عارف الحياه صارت صعبه وشويه يعني اقتصاديا بطلت الامور زي زمان. أكيد. يعني زمان كانت واحده تجيب بنت مثلا بعدين تحاول الثانيه الثالثه الرابعه تجيب للخامسه او السادسه. هلا حاليا بقول لك ما عندي قدره اني انا اجيب، فبالاول الثاني بحاول انه تكون عائلات متوازنه بنت ولد وخلاص ولا يعني مرتاح. اكيد. ومعظم الناس في مجتمعاتنا يعني ما عم تلجأ للطريقة إلا فعلا بعد عدد معين، يعني بعد صحيح. أنت ثلاثة أو اثنين أو صحيح. جنس، فبتطول حاول. هو دكتور الموضوع التاني. جدا متفرع ويبغي لها قاعدة أكثر من كذي، بس إحنا الوقت داهمنا. شكرا لحضورك معنا وشكرا على كل هذه النصائح، يعطيك العافية. الله يخليك، تسلم. شكرا مشاهدينا، بهذه الفقرة وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. باكر عندنا حلقة جديدة معاكم وراح يكون فيها الكثير من المواضيع. إن شاء الله استفدتم من الكلام اللي قاله الدكتور، والله هو اللي يعطي نصيب في كل شيء. تصبحون على ألف ألف خير. I'm